عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال هاد النهار واحد التحليه او فطيره حلوه كتكون زوينه بزاف، هي مصريه ولا جربتوها ما غتبقاوش تستغناو عليها. انا من اول مره جربتها دائما بقيت كنديرها لانها شكلها مغاير بزاف وزوين. المهم المقادير ديالها هي واحد نص لتر ديال الحليب اللي غادي نديرو به كريم باتيسيير، وغنديرو جوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير اونس، جوج معالق كبارين، وجوج معالق ديال السنيده حتى هما كبارين. المهم غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نصاوبو كريم باتيسيير، نصايبوه غادي نخلو في شي كاسرونه اللي غادي نستعملو، غنديروها فوق البوطه، وغادي نزيدو عليها السنيده كما كتشوفوا، جوج معالق كبار انا عبرتهم، وهنايا كاينين جوج معالق كبار اونس اللي غادي ندير. عندي هنايا ثلاثه المعالق غادي نقص منهم، ونخلي حتى نص معلقه. المهم غادي نحركوا كلشي، ملي يكون الحليب بارد عاد نحطو فوق البوطه، غادي نحركوا باش ما يبقاوش هنا دوك الحبيبات ديال الكريم باتيسير باش ما يجيش لينا الحبوب. هاي معنا الطريقه، ودابا غادي نحطها فوق نار مهيله فوق البوطه، ونبقاو مع التحريك باش باش ما يتحببش لينا، نبقاو مع التحريك حتى يعقد لينا. المهم هانتوما كما كتشوفوا انا شعلت عليه فوق البوطه، وبقات كنحرك بشويه. شوف كيفاش ولا هو بدا يعقد على هذا الشكل، هذا هو الشكل اللي بغينا، يعني التحريك مستمر على هذا الشكل. المهم صافي، هذه هي الثقل اللي حنا بغينا. صافي غادي نطفي عليه. المهم من بعد ما طفينا عليه حنا غادي نخوي هنايا فهاد البلاطه هنا، غادي نخوي وانا نخليه على جنب حتى نصوب الكريمه الاخرى باش غادي ندهن الورقه. المهم ضروري غادي ندير ليه بلاستيك غذائي باش ما ينشفش ليا من الفوق، باش يبقى رطب على هاد الشكل، وغنخليه على جنب حتى يبرد، نخليه حتى يبرد. المهم المقادير اللي بقاو لينا هما عندنا نص كيلو ديال الورقه ديال الفيلو كما كتعرفوا، ورقه الفيلو اللي كنصوبو بها الحلوى اولا كنديروها في البسطيله، المهم راه معروفه. وعندنا هنايا كاس معمرش ديال الزبده دائبه، وعندنا كاس ديال دانون مسوس، وعندنا غنديروا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. المهم دابا غادي نبداو نخلطوا، نصوبوا واحد الكريم باش غادي ندهنوا ديك الورقه. غنخويو الزبده هنايا، وغنزيدوا عليها دانون السوس، المهم السوس ماشي حلو. المهم دانون السوس، وغنديرو معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، المهم على هاد الشكل كما تشوف، وغادي نخلطو كلشي مزيان هاد الشكل حتى تندمجينا العناصر كامله تولي بحال شي كريمه. المهم على هاد الشكل، هذا هو الشكل اللي بغينا. من بعد ما حلينا الورقه ديالنا ديال الفيلو غادي نطوع على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، حاولوا نخدموا في هاد الزبابه لانها راه تتنشف لينا. كنجيب واحد الصينيه اللي بغينا، انا جبت هذه ودهنتها بواحد شويه ديال الزبده اللي تشاط ليا في الكيس اللي خدمت فيه بشويه وصافي. المهم وكتبداو تفرشوا على هاد الشكل، نبداو ناخذوا بالورقه هاد الشكل، معليش واخا تقطع على هاد الشكل تصايبو. على هاد الشكل باش نصيبو كيفاش
نجمعوها من هاد الشكل تماما، و راه نديرو ليها جماعة غير بالستايل ديالنا العادية هكا. المهم على هاد الشكل، وكنبداو ندهنو بهاد الكريمة اللي صايبنا. شوفو تشوفو كيفاش ولات، لأن فيها الزبدة. تنبداو نديرو على هاد الشكل، نبداو نهزو نديرو هنا تحت، كي منوصلوش للطاوة ديالنا باش متلصقش نخليو غير الزبدة. المهم على هاد الشكل، أو متحاولو معاه بشوية. هاد الورقة ديال الفيلو راه دغيا تتقطع لينا، معليش مازال غادي نزيدو تفريشة باش على هاد الشكل. تتحاولو معاها بشوية لأن هي هكا كيفاش نخدم. نجيبو وحدة نطويوها نديروها هنا الوسط على هاد الشكل، نبقاو على هاد الشكل. المهم تتحاولو دهنوها كاملة لأن راه تجي خطيرة بهاد الدهون مسوس والزبدة، كتجي مقرمشه وتتقرمش مزيان، وديك الخميره بحال ما كتخليهاش تلصق مع بعضها على هذا الشكل. معيب شويه راه الورقه ديال الفيلو كلها تتقطع على هذا الشكل. غير نقادوها نزيد واحدة أخرى نيها على هاد الشكل. المهم تتخدميها شوية، راه ماشي ضرورة راه الورقة تتنا وقد تقاد في الأخر، ماشي تخافي منها متخافيش. المهم هاد الورقة راه كيبيعوها هنايا المصريين، بالنسبة ليا أنا هنا في إيطاليا، ولكن ما كتعجبنيش هاد الورقة. راه كان جابتها ليا مرت خويا من بلجيكا، بالضبط من بروكسل. نتوما عندهم تمايا التواركة، هما اللي لقيتي التواركة هما اللي عندهم هاد الورقة ديال الفيلو زوينة بزاف. أما بالنسبة للمغرب راه كاينة في لي سوبر مارشي الكبار بحال أسيما ومرجان، راه تما يلقاوها لأنهم ديما كيسولو ما لقيناهاش ما عرفناش فين كاينة، راه تما فين غادي تلقاوها. المهم من بعد ما بردات لينا الكريم ديالنا الباتيسيير غادي نديروها هنايا كحشوة الداخل هاد الشكل. المهم نصلحوها كاملة بهاد الشكل. المهم حنا مكترناش فيها السكر، درنا غير جوج معالق كبارين، لأن فاش غادي تطيب غادي نديرو ليها السكر الثقيل من الفوق. المهم على هاد الشكل، وغادي نبداو نجمعو هاد الجوانب على هاد الشكل كما هكا كما كتشوفوا. غير بشويه على هاد الشكل، واخا تجيكم هكا مخربقه راه في الاخر عاد تنعاودو نلويوها ونديرو ليها بحال شكل بسطيله تماما على هاد الشكل. المهم نبداو ندهنو ضروري دابا باش تجينا هاد الشكل، ضروري ما تدهنو دابا كلشي باش الورقة ما تجيش لاصقة، باش كتجي محلولة ومقرمشة هكا. نجمعو عشوائي مهم حتى لاخر وتحاولو تقادو بهاد الشكل.
خلي طرابله لينا بحال هكا، لان الزبده بحال بردات شويه، داكشي علاش معليش هذا باش كندخلوها للفران تسيح كاملة. ماما كنبداو دابا نغطيوها، عاد نقادوها مزيان. نزيدو دابا جوج ورقات على هاد الشكل، نبداو نحشو بحال في الجوانب هكا من التحت بشويه، راه ما تهش ليكم لان الخليط شويه سائل على هذا الشكل. تنبداو نحشيو في الجوانب باش تجينا مقاده من الفوق. الشكل تنحاول نقادوها، كنشدو هاد الخليط اللي بقى علينا تنديرو كامل من الفوق. المهم انا زدت ليها طبقه اخرى لان باقا عندي الورقه وباقي عندي الخليط، طبقه من الفوق عاود ورقه واحده صافي. وغندهن هذا الخليط كامل اللي عندي وغندخل الفرن على درجه الحراره 180. المهم تحمر ليا من التحت وغادي نحمرها من الفوق، راه تطيب بالزربه مع الزبده صافي ونتلاقاو. المهم الفتره ديالنا او التحليه هي هذه، خرجت من الفران يلا خرجتها بقى سخونه، انا عين عليها حتى تبرد وندير ليها سكر كلاصي من الفوق ونقطع ديك الساعه وغتشوفوا كيفاش جات. المهم راه الريحه ديالها عاطيه كتشهي مقرمشه كيف ما كتسمعوا، تجي غزاله بزاف. المهم الشكل ديالها غادي يقول لكم بلا ما نبقى نهضر، انا تجي غزاله بزاف وعامره بالكريم باتيسير من الداخل. المهم انا غادي نعين عليها حتى تبرد وندير لها سكر سكر من سكر ثقيل من الفوق ونتلاقاو ديك الساعه باش نقطعها لكم. الفطيره ديالنا هي اللي كيف ما كتشوفوا راها بردات وباقا مقرمشه، واخا كتبرد كتبقى مقرمشه كما كتشوفوا راه بردات لينا، وانا قطعتها على هذا الشكل. مهم اتقطعوها صغيره كبيره، مهم على حسب نتوما اللي بغيتو. ومن بعد كديروا ليها سكر ثقيل اللي هو هذا، انا غادي نديرو هنا بهذا الشكل حيت درنا نيت غير جوج معالق كبارين، يعني ماشي اللي بغي ينقص الحلاوه ينقص، ولكن راه كتجي هي هذه ما كنديرو لها سكر ثقيل من الفوق دابا تجي هي هذيك في الحلاوه ما كنكثرش جوج في الكريم. وهنايا كندوزو غير شويه صافي، نحاول نغطيها بهذا الشكل. المهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا راه كتجي غزاله وريحتها عاطيه، وكتقلبوها بواحد السهوله اللي ما اللي ماشي كتلصاق ولا شي حاجه بسهوله. نتوما كيف ما كتشوفوا انا راه قلت لكم اني قطعتها تجي عامره بالكريم وطيبه حتى من التحت، نتوما كيف ما كتشوفوا محمره مقرمله تجي غزاله فطيره حلوه. نقدروا نستعملوها كتحليه هكا في الميريندا، المهم راه كتجي زوينه. تنتمنى تجربوها، والوصفه ديال اليوم تنتمنى تكون خفيفه على قلوبكم وتحاولوا تجربوها وتقولوا لي كيف جاتكم. المهم الفطيره ديال هذا النهار هي هذه كيف ما كتشوفوا، راه كتجي مقرمشه راه بردات لينا دابا وكتبقى مقرمشه كيف ما كتشوفوا. المهم الوصفه ديال هذا النهار هي هذه، راه خفيفه ظريفه كما كتشوفوا. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.